محور حول محورين أساسيين اللي هما ما بين المحاور المهمة اللي لابد أنه يتطرق لها النقاش في إطار تعديل مدونة الأسرة. المحور الأول هو حول زواج القاصرات أو زواج الطفلات، والمحور الثاني حول الولاية الشرعية أو الولاية القانونية. زواج القاصرات كان تعديل في 2004 اللي تم من خلاله تحديد سن الزواج في 18 سنة، لكن تم الإبقاء على إعطاء الترخيص لبعض الحالات للزواج قبل 18 سنة، إلا أنه الملاحظ أنه والإحصائيات تبين ذلك أن الترخيصات اللي تم إعطائها كثيرة جدا تفوق 80 أو 90%. فبطبيعة الحال زواج القاصرات ما يمكنش أننا نحدو منه فقط بتعديلات قانونية، تعديل قانوني مهم جدا، لكن هناك العديد من التدابير اللي لازم تأخذ على مستوى الاجتماعي وعلى المستوى الاقتصادي، لأن مكان الفتاة قبل 18 سنة هو المدرسة لا الزواج. ماذا تقول النصوص الآن؟ كيف يمكن أن نطور هذا النصوص لنحل هذا المشكل؟ ممكن أن نقوم بإغماض العينين ونقول هذا ليس مشكل ونحيله فقط على القضاة ليبتدعوا أشكال معينة للحل، لكن كيف يمكن أن نجعل من النصوص أداة لحل هذا المشكل مثلا؟ المسألة الثانية متعلقة بزواج القاصرين، هو في الأصل زواج القاصرات لأنه القاصرين الذكور هما أقل من 1% أحيانا، يعني بمعنى أن المشكل هو زواج القاصرات. في زواج القاصرات يجي هذا المشكل مطروح، لماذا؟ لأنه كان الأصل أن هذا استثناء، يعني استثناء، ولكن الأذنات التي تعطي وتسمح قضائيا بزواج القاصرين يعني أصبحت هي النسبة الغالبة، إذن فكما لو أني بالاستثناء تحول إلى قاعدة، يعني ولا أوتوماتيكيا من يريد أن يتزوج بقاصرة يتزوج بها، ويتعلق الأمر بذكور. لدينا الإحصائيات والإحصائيات تقول كل شيء، لماذا أن أغلبية الذكور لا يكونوا قاصرين، ماشي الأغلبية يعني كل الذكور تقريبا لا يكونوا قاصرين، إن اللي كيكونوا قاصرين هما الصغيرات، زواج الصغيرات. هذا زواج الصغيرات يطرح مشاكل، هل هو علاقة غرامية بين قاصرة كذا؟ العلاقة الجنسية بين قاصرة ولو برضائها مع شخص يعني راشد تعتبر جريمة وينص عليها القانون الجنائي. كيف نقيم هذه العلاقة بين القانون الجنائي وبين مدونة الأسرة؟ إذن ما هي الحلول؟ طبعا في 2004 المدونة ككل كانت يعني تشكل تقدما إلى الأمام، والجميع يشهد بذلك وطنيا وعربيا ودوليا إلى آخره. اليوم نرى بأن التطبيق أدى إلى مشاكل، نحاول أن نحل هذه المشاكل من زاويتنا كأكاديميين واعتماداً على الحرية الأكاديمية وعلى المنهجية العلمية القانونية، نحاول أن نصل إلى هذه الحلول ونقترحها، ولكن لا نفرضها ولا نقول بأن نمارس الوصاية لأننا جامعين على بقية الأطراف وبقية المشتغلين في هذا المجال. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.